بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال امروي ان دعال لدى ادون كمال والبو اكد جوكتان كسو دواد باهين تكبها وده ساوث ان ميديا كو ابريشن او لاسو قابية اس ام سي مرو البناء اتكاشان ورارك عقيقوين كاه سياسة دا اس ديدن ايا كوا اس اقل سرا سبين ايا جيس كا افريكات تينا دل كينا ايا مدى عالم كا قودة هامبا وان لدبتين ولو قد كذي حردي دار النعيم قبل كشبه الله دحي هذه وحان ساعات كبضنين مدى لك الجوغو عيدا وحي معوس لي أها يا وحي عيدا مدى حوق ملتريق أها سيدا سردون كاس ام سي او حقيجين ايو با لوغدو كذي فينيتو لموسيكا حد دير ايجران دار النعيم حرد اللي يرادو اما ماش اللي يرادو قوال كشاب الله دحي علماء اللوغا يسا كتو كتي مركد دمو جديد مو اوغا ايشيغي يعني بقول إيه سجاشن أسكري أيه ماشي كدلين وساعات واحد ضمين قياستي أما أنا كبدنين صدح بابور لبسات كقادة يبويد ويجوبين عيدا كليه تضرب بابور ونوع ملتريغا وي كحايستين حالنا وي قبين ماشانا إيغا كودا ما شادا يا حدا ناو هذا كدب هذا كبحان موغي إيغا بنوني كوديلاي كبط وي مساجد كلف تركيسي أيام الدودون لقديك، سو مساجد كي دارون حين ما كان، شاك ده، عالك يقولوا جاي بينو شاك وعميرنا واكن، سو مجدان مساجد كي، بينيه، واي. دولة ده حسن شيخ محمود آوي إذا عذا ويش على يني إذا عذا ما يسوي استعجال هذا شاكدي ما يسوي استعجال أسكرا دلي دي باتدا صار دعدي ما يدهان محيو قريصا محيو قريصا هدي يلو إساسي قامورين وسؤال ماشى قطنطة محيء قريصة هدي يدو أيسن سيقا مورين قرشها قرط اللوغة قوين ايو عيدا كقران كصوماليين شاكا دي بقول إيساقاشن قفوت وحي نول إيسو شاكا أنا كبادوا في رسدائي بنوري قاس وحي كنول هدا هنا لاسو شاكو فيريا عيدا ماذا سيدي هرا الله ما لين دونان كده لكن لين تودو ويسعون دونتا سيدي هرا سي كن يشان بغل سيدي بغل او هل مر ريك سيدي هرا ماه لكن سي تار جدا والله لين دونان يان كده درا دان كو شيغاي جب كد مجديد مركان كشيكينا يو انك واي عيدا ماذا امسون أيان ملك لو رجني هم كوداي قرتين هرية أنا قال لو رجني سعدي قدم بي الشلا يقدر ساسا إذا عدا لك بومبوني ناي شاب الله دحيك بحين هبل بحين يا لا 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 ساسا لو بداي سومن يا لو رجاي على شباب ملتري قدي يا وين ما كان على شباب يجونوا البوليس
بوليس كودو وصهان ملتري كودو وشباب إذا مضى أي كرسيك كفولين دادك أي كوهن دادان الشباب وجيك الله فيس تو سؤال بان ويدينا أي حلقف مرك يكوه كلاو إساق الله مدى وكي أنك نقدر الشي وسيرك قاشان دي قانا هاي دهاي أو إن ده عبد إيو هبر قدر أشقينا أي فيلم ما يكاه يا نرد جامعو هذا عيد رمضان إن دار النعيم لقول لي حرنتي قبل كشبع الله ده من موقتها هذا أنا جا إلى هذا أنا جا إلى هذا فم بان مالا عيد رمضان سوماليا وسيرك قاشان دي قاتها يا ويلكي رحوينو هذا عيد ماذا إن لو قل لا يدار النعيم موجت هاي مسمى موجت موجت إلا ذا ما يوا أوجت هاي أذا ساس أوك محامرك ولا على حاجة بنت أوجو شيء جي سدرا جنة عليه ولا على حاجة جرب كاجا أو قبل كان شبه الله هو سلوا بقايو قلت ذا أفرى 8 أكتوبر أو دقلي مرفلها يبي مالك أبدًا oo si la yeelay la yahay si gobolka gabi ahaan gacanta loogu dhigo maxaa beenta ugu sheegaysaa saar saaran la dheelayna maxaa beenta u sheegaysaa inta baa korod soo qaadatay been baa sheegaysaa qaraaxyada lagu leeynaay oo gunjiya lagu diyaarinaay oo gunjina hebar gidir baba joogto waad ogtahay amiiradooda maxaa markay walaalahaaga maxaa u dhakray adiga سيد هذا كون دار النعيم لا لا مرك الله لا ينا إن هذا مستربتي وكوجنا حمرك ولا لا جبين وش يجي فيري دقيلي يمرف للشباب على دواسة عيدا ككلية كوهري وحوي قلت له أفر التمك أكتوبر واحد قلت له اللي حد هبر قدر هيستا تدوات هبر قدر يبقى له هيستا معني دنب باري رعيرة هيستا يقال جعل هذا ما فهمه يسأل معني قوتا دان كوبات السنين يدول كان وهبر قدر بقالها هيستا يعني انت ير لما رواي وقوتا افر 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 طمك اكتوبر وقران ومعني رحوين تي بيمال كجروان بحكا لم يترى كوا صوت لما يالو قدها يمرك فيستو ان قادينا إلا يجيلو ان قبانينا كوم الرحانة إساقنا دنتي سأن أغيب oo maarkay se taliya lugta laga dhigay saasan yeelayna ilaahay jilibaan soconayna saasan yeelayna waa idin la ciidnay idinkaan idin jecelnahay jacayl waa libadna jacayl ma idin hayaa garow jacayl ku jira ciidamada dhaanta la dheela hadda run sheegaysa wasaaradda gaashaan dhigay taliya lugta federaal soomaatiin garow ciidamada jooga dhaanta la dheele laascaana taga dhaanta la dheele hargeysa taga iyo berbera dhaanta la dheele been baa sheegaysaan anaa idin dhahay anoo liiskiiniha idinka shaqaale unbaa tihiin kuwii idin soo diray liiskoodaan haya aniga iyo siday u shaqeeyaan warqadda waxa ugu qoran baan hayaa ilaahay baan ugu guuleeyay burtin lama dhaanta ku dheeshaan maxaa ciidamada qaranka ayaan la ciideyna ma dhaadaan been baad sheegaysaan haddaan idin lay kama noqonahay been baad sheegaysaan war ciidanka qof aniga idin roon idaacad joogaa ma jiro ninka ugu roon oo wax idin sheegaya aniga waa shacabka soomaaliyeedow لايف ان كجرا مكان لي وي وي دي كنا كنا فالا وحن شان السين دونا ولال هي سو دو دلكا رنتي دلكا يا دلكا الصوماليات وحد مودا ان لكلبو ويو سدا ان حدا ورك كومقلينا ان ina ismaaciil cumar geele uma arkaa qorsheynaya in uu doktoran qandaraas ku siiyo in ciidamo
الصوماليات وعلى شو تشكستيال ومارتا جيبوتي كهول قريدونا لو أبابول أيو أرين تاس وموجينيسا إنا تهي قيارا وددك الصوماليات مانتا وحاقوباهن دلك ومو صدن صناعة حال كيسا ألو سهل يهي إن ددك الصوماليات أو لك الإبسدنا أرين تاس إيجادا waxay tahay arin magac xumo ku ah dalka Soomaaliyeed maartaa arintaas ay indhaha ka jeediyeen waxaan ugu baaqi lahaa arintaas in laga dhidiyo mid kale waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii dawladnimada dalka iyo federal status ka macnaha maamul goboleedyada waxaad moodaa habdhaqankii ay maarta shacabka ay kula dhex joogeen inay ka dhalatay kala firxad maanta 14 xilliban oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle ayaa is xasisay waxayna cadeeyeen in ay shacabkooda ku mowqif yihiin oo aysan marna aqoonsanayn Hirshabeelle saacadan laga bilaabana ay ka mid yihiin maamulka cusub ee Hiiraan State taas markaa waxay tusaale u tahay sid bursiga dawladda federaalka ka socda in iyaduna ay ku dambeyn doonto wadadii maamul goboleedka Hirshabeelle oo hadda xaaladiisu ay ku sugan tahay xaalad kala tag arintaas iyada ahna waxay ka dhalatay cadaalad darro sid bursi iyo awood qaybsiga oo dhan u raran runtii waxaa lagu xadgudbay heshiiskii dadka Soomaaliyeed ee dawladnimada lagu soo dhisay shacabka Soomaaliyeed arintaas inay ka dhidhiyaan waa muhiim dalkan waxaa dad u ah shacabkiisa cid kale uu sugaayo ma jirto SMC-na aad bay u mahadsan tahay inay mar walba maartaa waxa qarsoon ay u soo bandhigto shacabkeeda waxay ka mid tahay dadaalkii loo baahnaa ee dalka loogu shaqeynayay. Waxay su'aal ahna waad iga weydiin kartaa?